مشارك تبع اللي هو مشاركاتك في المؤتمرات. لو تخلي الدخول مانيوال، مش مانيوال، دقيقة خلينا نخليهم بدون ويتنج روم عشان يدخلوا على طول. طيب تلقائي. اوكي طبعا الميزة في الباوربوينت الجديد اللي هو اوفيس 365 انه في ميزات جدا جميلة ورائعة، خاصة في الديزاين والشغلات الحلوة، واللي منكم يعني مو عارف الفيتشرز اللي فيها في باوربوينت يتابع حسابي او يدخل دوراتي اللي انا اعملها في الباوربوينت، يعني فيها شغلات مره جدا جميله تنعمل في الباوربوينت. طبعا انا اسوي محاضرات، سلسله محاضرات اسمها ابداعات الباوربوينت الخفيه، وان شاء الله ان تكون لك اعلانها الجديد او القادم باذن الله قريبا عن طريق النادي السعودي باذن الله. برضو في واحدة من المحاضرات اللي أنا قد عملتها اللي هو كيف إنكم تستخدموا الوورد في الثيسيس أو الديزرتيشن، لأنه إحنا زي ما إحنا عارفين الثيسيس أو الديزرتيشن اللي هي رسالة الدكتوراه ورسالة الماجستير بتكون جدا طويلة ومعقدة شيئا ما، فنوعا ما فتحتاج إنه نعرف شغلات كثيرة في الوورد تساعدنا في الثيسيس والاستراكشر حق الديزرتيشن. هذه إن شاء الله برضو لاحقا حتعرفوها. طبعا في محاضرة أنا عملتها اللي هي الداتا فيجواليزيشن، بس إحنا إن شاء الله حنوسعها في المرات القادمة إن شاء الله. كل هذه المحاضرات حصلت حسابي إن شاء الله عنها. هي برضو الساينتيفيك فيجرز، وفي شغلات كثيرة. هذا من عندك يا ناصر الصوت ولا من أحد؟ من مين اللي فاتح المايك؟ خلينا نقفل المايك لل هذا واحد اسمه أبا عزوز بيقفل المايك لو سمحت أخوي هذا. طيب الآن، لا خلاص الآن عملنا. طيب الساينتيفيك فيجرز، الأشياء هذه برضو اللي تحتاجوها في الريسيرش والشغلات الحلوة لما تبغوا تعملوا ارتكل أو بيبرز وتبغوا تنشروها، دائما في شغلات مهمة جدا لازم نعرفها بتطلبها المجلات خصوصا في الفيجر، وهذه إن شاء الله بإذن الله حنعمل عليها دورة أو هعيد الدورة اللي قد عملتها، لأنه في الآن برضو أبليكيشنات تساعدكم في تصميم الفكر زي البايو ريندر شغلات. إن شاء الله لو تتابعوا النادي السعودي برضو قد سووا كذا دورة عليها. طيب صمم بوسترك بنفسك. طبعا لما أتكلم عن بوسترك معناته اللي هو الملصق العلمي، ساينتيفيك بوستر اللي تشاركون فيه في المؤتمرات. طبعا هذه تهم أكثر لطلبة الدكتوراه والماجستير. طيب حتى حق البكالوريوس دحين صاروا يطالبونهم إنه يعملوا ساينتيفيك بوستر في آخر السنة. طيب إيش التقسيمات المحاضرة اليوم؟ إن شاء الله راح أعلمكم على اللي هو السكشنز والأورغنيزيشن، ترتيب البوستر، وفي أشياء أساسية في الديزاين. طبعا أهم حاجة اللي هي حجم البوستر، سايز والأورينتيشن. طبعا في كومون لاي أوت، يعني هو الترتيب الأساسي أو الأشياء اللي معروفة في الترتيب للبوسترات. طبعا الأشياء المعروفة التايتل والهيدينجز، الخطوط واختيارها، الألوان والألايمنت وترتيبها والوايت سبيسز. طبعا في شيء مهم برضو اللي هو دقة الصور المستخدمة، الجداول والصور برضو المستخدمة. في بعد طباعة البوستر في شغلات لازم تعرفوها في الماتيريال لما تطبعوا، لكن الآن أتوقع مع كوفيد 19 أغلب الكونفرنسات دحين أونلاين، وإن شاء الله راح نتكلم عنها لاحقا. طيب نيجي بسم الله للسكشن والأورغنيزيشن. طبعا في شغلات مرة مهمة واللي هي الأساسية، إنه تخشوا تشوفوا إيش هو البراندينج حق الكونفرنس واليونيفرسيتي. يعني مثلا لو كان عندك مؤتمر في جامعة معينة، خش شوف الجامعة إيش الألوان تبع الشعار، إيش الألوان تبع الكونفرنس. وهذه كل تصاميمي أنا، واللي لاحظ تصاميمي خصوصا في الـ في الـ الثيم حق التصميم تبع أي مؤتمر، أخش في جوجل أو أخش الويب سايت تبع المؤتمر وأشوف إيش الألوان حقتهم، وراح أوريكم كيف تأخذوا الألوان لما نوصل عند الألوان. طبعا في شيء مهم أنه لازم تكتبوا طبعا الأوثر نيمز، الأفليشنز اللي هو إيش البوزيشن حقكم، ولا التيبيكال هيدينجز. هذه أشياء حنتكلم عنها لما نشوف مثال إن شاء الله. طيب الأشياء المعروفة دائماً في البوسترز
إنه هذه التقسيمات اللي دائما تكون فيها البوسترات، يعني introduction, abstract, background, hypothesis, objective. طبعا في الماتيريال، الاناليسيس، الريزلت، الكونكلوجن. دائما يعني خمسة او ستة من هذه يكون الاستراكشر حق اي ساينتفك بوستر في العالم، يعني ما حيخرج من هذه الا نادرا. فهذه دائما الاشياء الاساسيه اللي تنحط في مؤتمرات كثيره، ما بتطلب ديسكشن، بتطلب فقط ريزلت وكونكلوجن. اهم حاجه انه احنا نعرف انه في هيدنجز معينه هذه المهمة في البوستر. طيب البوستر organization، احنا دائما عندنا نوعين من البوستر، بوستر عرضي او بوستر طولي. الشيء المهم هنا اللي نبغى نعرفه اللي هو انه البوستر العرضي نقدر نستخدم فيه كم كولوم؟ شوفوا 1 2 3 4، يعني نقدر نستخدم 4 أعمدة فيه. وطبعا ما ينصح بأكثر من 4 أعمدة لأنه هتشوه المنظر فيها بعدين. فالآن أما بالنسبة للطولي فهو يا 2 يا تقدروا تسووا 3 أعمدة ماكسيمم. فالآن إحنا عرفنا تقسيمة البوستر، خصوصا قراءة البوسترز للكثير ما هو عارف إنه دائما تبدأ من فوق وبهذا الشكل الريدنج يكون، يعني إنه الترتيب تبعك يكون يبدأ من هنا وينتهي إلى آخر نقطة فور. فمهما يكون أنت تقسيمتك حتكون حسب الأشياء اللي بتحطها في السكشن الأول أو الثاني أو الثالث، وراح ناخذ مثال عملي إن شاء الله عليها. طبعا الطولي ينصح دائما باثنين أو ثلاثة ماكسيمم إذا حسب المعلومات اللي عندكم. خلاص؟ طيب خلينا نسوي فورورد. طبعا في اشياء اساسيه في جماليه البوستر، اللي هو دائما خلوا التصميم كل ما كان بسيط كل ما كان جميل، ونخلي دائما اللي هو الامبورتنت انفورميشن دائما تكون هي الواضحه، ودائما لاين ثينجز اب، يعني دائما تكون ترتيب المحتوى في البوستر مريح للعين وما نخليه جدا مزدحم. طيب طبعا لا تشيلوا هم، ان شاء الله راح نطبق تطبيقات عمليه ليترون ان شاء الله. طيب حجم البوسترز، طبعا اول شيء لتصميم البوستر اللي هو نجي عند السايز. طيب لما احنا نبغى نغير السايز، او مثلا عندنا مؤتمر اعطونا سايز معين، كيف نسوي؟ كل اللي نسويه نفك على باوربوينت. الحين هذا باوربوينت جديد، خلاص كل اللي نسويه، خليني اخفي اللي هو الكنترول تبع الزوم. طيب كل اللي نسويه نجي من ديزاين. طبعا هذه اهم نقطه في تصميم البوستر، نجي عند ديزاين، نروح سلايد سايز، نروح كاستم سلايد، حيجينا الويندو هذه الجميلة، من هنا نغير الحجم. لا تقولوا والله متر ما أدري كم في مترين، يشيلها هذا الماكسيمم فيها، يعني يوصل إلى 142 سنتي، يعني متر و42 سنتي. وهنا تقدروا طبعا تحطوا القيمة اللي تبغوها، يعني مثلا لو أنا أبغى 100 سنتي اللي هو متر في نص مثلا، خلاص اول ما اقول اوكي اقول له ماكسمايز، الان جاني الحجم متر في نص، يعني متر هنا طولي في نص. ابغاه بالعرض، كل اللي اسويه من هنا لاندسكيب، خلاص على طول ماكسمايز حيصير لكم بالعرض. تخيلوا الان الفيو تبعكم على 10%، لانه هذا حجمه جدا كبير. كل ما سويته شوف كيف 100% حيصير حجمه الاكتشوال سايز. فالان انا بس ابغى اعلمكم كيف تغيروا الحجم. طيب انا كيف اعرف الحجم حق اللي هو البوستر؟ اروح اسال المؤتمر او اشيك على الموقع تبع المؤتمر، خلاص دائما هم يحطوا اللي هو
الأحجام تبع البوسترز، أو أحيانا بعض المؤتمرات النشيطة تعطيكم تيمبلت، تعطيكم باوربوينت ويقولوا لكم اشتغلوا عليه. فهذا اللي هي جمالية أحيانا المؤتمرات، إذا أعطوكم تيمبلت يريحوكم ويخلوكم تشتغلوا عليها. طبعا في أحجام هنا معينة اللي هو 36 في 48 سمول بوستر، 48 في 60، طبعا النقطتين هذه اللي هي انش، وحقول لكم كيف تغيروا الأحجام. طيب هذه احنا ما هو ستيك وذ ات، يعني ما نعتمدها، هي فقط مقاسات يعني زي ما تقولوا باي ديفولت، لكن احنا نرجع دائما وناخذ نسأل الكونفرنس اورجنايزرز على الأحجام تبع البوستر. طيب أهم نقطة زي ما أنا قلت، قبل ما تسووا ديزاين للبوستر سووا السايز، حجم البوستر اللي احنا سويناها. ليش؟ لأنه كل الشغل الكونتنت اللي بتحطوه راح يعتمد على الحجم تبع البوستر. بمعنى إنه والله أنا مثلا غلطت وسويت زي كذا، فتحت باوربوينت جديد وحطيت الصورة اللي أنا أبغاها، حطيت الصورة اللي أنا أبغاها، بعد كذا خلونا نختار مثلا الصورة هذه، بعد كذا أروح أطبعها، أتفاجأ إنها نزلت لي بحجم الـ A4 والمؤتمر طالبين بوستر كبير. فأهم حاجة قبل ما أنزل أي صورة في سلايد أغير حجمه من هنا من سلايد سايز. والمحاضرة مسجلة لا تشيلوا هم، أنا ما هعيد الكلام لأنه المحاضرة مسجلة إن شاء الله. طيب ألا نرجع نكمل. طبعا في اللي هو تشينج دايمنشن، طيب أنا مثلا المؤتمر أعطوني بالسنتيمتر وأنا عندي الباوربوينت بالإنش، أو مثلا أنا عندي بالبيكسل، هذه جدا سهلة، كل اللي تسوونه شيء جدا تافه وسهل. روحوا جوجل، جوجل هنا، روحوا ايش سووا، تقولوا سنتيمتر تو بيكسل او تو انشز، شايفين اعطاكم بالضبط يعني كل شيء موجود في جوجل. حطوا هنا كم بالسنتي، مثلا لو قال لكم المؤتمر 100 سنتي، خلاص خذوا الرقم ذا وحطوه، انا جبته الان بالانشز. ونفس الطريقه في القياسات الثانيه، لو مثلا اعطوني الكونفرنس بالبيكسل كيف احوله بالسنتي، كل اللي اعمله اني هنا اكتب الشيء اللي ابغاه وحيجيني هنا كالكوليتر وحتعطيني نفس الارقام اللي ابغاها. خلاص كذا ان شاء الله الامور جدا سهله واضحه. طيب كمل كمل. طيب ليش انا بقول انه تنتبهوا للتحويلات السنتيمتر والانشز؟ شوفوا تخيلوا معايا انه الـ A4 اللي كلنا احنا بنعرفه اللي هو ورقة الطابعة العادية، هذا شوفوا A4، احيانا الكونفرنس بيطلبوا حجم الفلين اللي هو A0. شوفوا كيف الفرق بين الـ A4 والـ A0، شايفين كيف؟ عشان كذا اي غلطة في الدايمنشنز وفي السايز ما هي حلوة في حقكم، يعني حتخرب لكم الشغل وحتتفاجئوا في التصميم انه في اشياء ما هي واضحه وفي اشياء معدومه. طيب الـ A0 طبعا اللي هو حجم الفلين، A1 A2 هذه لا تشيلوا همها، انتم كل اللي تحتاجوه فقط الارقام اللي يعطوكم هي المؤتمر او الجامعه. طيب شوفوا كيف الأحجام مقارنة بالشخص اللي واقف جنبها، يعني هذه أنا جايبها صورة كمثال إنه إحنا جالسين أو إحنا حنشتغل على أحجام كبيرة، زي مثلا 1.20 × 80، هذه أغلب دائما المؤتمرات زي كذا. شوفوا كيف الشخص لما يجي حتى يشرح البوستر تكون الصور واضحة، بينما لو ما انتبه وحط حجم صغير حيتفاجأ إنه البوستر تبعه جدا صغير. طيب انا قلت لكم انه احنا من السلايد سايز، من الديزاين سلايد سايز، احنا نغير
الوحدات اللي نبغاها بالحجم اللي نبغاها. لكن هذه إيش مشكلتها؟ الباوربوينت الماكسيمم حقه 142 سنتي. طيب لو تفاجأنا وفي مؤتمر من المؤتمرات طلب منكم 200 سنتي في 200 سنتي، أنا أقول لو، يعني في مؤتمرات كثيرة ممكن تطلب منك مترين في مترين أو مترين في متر، إيش تسووا؟ كل اللي تسووا تقسموا اللي هو الرقم على 2، يعني لو كان المطلوب 200 في 200 حتسووه 100 في 100 خلاص؟ وكذا أنتوا اللي حتسووا إنكم حتحفظوه بي دي اف. طبعاً جميع التصاميم اللي تصمموها في الباوربوينت البوستر تبعكم عشان تطبعوه أفضل حفظ له يكون بي دي اف، ما أنصح بأي صيغة ثانية، البي دي اف هو أفضل صيغة تحفظوا فيها البوستر. فكل اللي أنا أسويه أحفظه متر في متر بي دي اف، أروح أراسل المطبعة أقول لهم ترى أنا أبغى مترين في مترين، هم راح يعدلوا عليه وحيطبعوا لي مترين في مترين. المترين في مترين هنا حتنطبع اللي هو مترين، معلش مترين يعني 200 سنتي في 200 سنتي، حتنطبع بدقة جدا رائعة. ليش؟ لأنه أنا صممته 100 في 100 وصممته وطلعته بي دي اف. دائما البي دي اف تحفظ الريزوليوشن، تحفظ للدقة وتطلعها بشكل جدا رائع. لذا انتبهوا من النقطة هذه واحفظوا جميع البوسترات as PDF. طيب الكومون layout، شوفوا لما أقول أنا layout معناته ترتيب المحتوى. في ناس بتسوي التايتل زي كذا، يعني بتخلي هنا طبقة غامقة ويكتبوا التايتل، بعدين يحطوا هنا الانترودكشن مثلا، الميثود، الريزلت لأنها كبيرة يكبروها ويخلوا تحت اللي هو الجرافز أو الفيجرز، وهنا يخلوا مثلاً small discussion وهنا conclusion. في ناس لا، العكس، سوي مثلاً introduction method الresult تقسمه قسمين، يعني A مثلاً study A study B بعدين conclusion. فهذه كلها ترجع للمحتوى تبعكم. شوف هذا برضو هنا في طريقة جداً جميلة اللي هو introduction method بعدين الresult، ما أخذ عمودين هذا كله خلاه صف كلام أو الresult كلام in words، وهنا صف اللي هو الصور، وهنا طبعا تكملة، وهنا الديسكشن. فهذه كلها مين اللي راح يعتمد هذا؟ هو المحتوى اللي انتو حتحطوه. في ناس عندهم الانترودكشن طويل، في ناس عندهم الريزلت مرة طويلة، في ناس عندهم ما حيسوي كونكلوجين حيحطوا بس ريزلت وهو حيتكلم بنفسه لما يجي الكونكلوجين. هذه حسب المحتوى تبعكم. طيب وانا حاوريكم ان شاء الله كيف تسووها. التايتل والهيدنج ستايل، طبعا شوفوا في شغلات مهمه وحلوه يعني تعطيك جماليه للبوستر. يعني مثلا هذا كتب اللي هو الانترودكشن وخلاها بالبولد وكتب الكلام والميثود زي نفس الطريقه، بينما الشخص هذا حط الطريقه الجميله هذه والحركه الحلوه هذه وخلتها مريحه للعين. فهذه طبعا محببة كثير في المؤتمرات، وخصوصا إنها خلاص structures واضحة وجميلة. طيب كيف نسويها؟ الآن حوريكم. لو جينا مثلا، معلش أنا أفتح دائما PowerPoints كثيرة، خلونا. طيب لو جينا مثلا أنا أبغى أسوي الحركة هذه، كيف يا علي أسوي الحركة هذه؟ كل اللي أسويه أنا هستخدم أشكال، أجي على Insert، أروح على Insert Shape والمربع هذا، شايفين؟ معلش خلوني بس أثبت هنا هذه. طيب كل اللي أسويه أنا أسوي الشكل هذا، طبعا ألونه سهل هذه الحركة، طبعا ألونه مثلا من هنا، خلينا ألونه اللون هذا الجميل، خلوني أخليه بدون أوتلاين، خلاص أسحب منه وأكبر هذا، أخليه طبعا يا أخليه بلون أخف من هنا، شايفين
وكذا أنا حصلت على الانترودكشن والطبقة تبعها. كل اللي أسويه كنترول دي وأنا كذا صار عندي استركشر جدا جميل، الانترودكشن والميثود، وأقدر أحط اللي هو الكتابة. طبعا كلكم ما يخفى عليكم إنه التكست بوكس هنا اللي هو المربع نص هو اللي تضيفه منه الكلام. يعني أنا ما أحبذ في أشوف أنا ناس إيش يسووه، يجوا عند هذه الطبقة يقولوا edit text، لا هذه لا تسووها، دائما خلوا الشغلات اللي بتعملوها منفصلة. هنا اللي هو أنا أعمل طبعا الكلام، قلوني أنا عندي هنا example، شوفوا مثلا example هذا، أخذ الكلام هذا واجي أنا هنا وأسوي insert مربع نص وأحط المربع النص وأسوي طبعا أرتب. وأنا حاجيكم على السايز الخطوط والأشياء والترتيب، لا تشيلوا همها. مثلا أنا عندي هذه introduction وأسوي مثلا الميثود تبعي، وكل اللي أعمله ألعب في الحجم، شايفين ألعب في الحجم. أنا هنا أكتب introduction يعني أخليها بمثلا أبيض، introduction وأخلي حجمها كبير وألعب. طبعا ليش أنا أخليها أبيض؟ لأنه الباك جراوند تبعي غامق، أوضح اللي هو الكلام. وهنا مثلا أخلي الميثود، شايفين كيف؟ طبعا راح أوريكم حركة رهيبة إنه كيف أكرر هذه. دحين أنا سويتها بس مرة واحدة، كل اللي أسويه حوريكم حركة جدا جميلة، وكل اللي تسوونه إنكم فقط تكرروا. فهذه إن شاء الله لما نتكلم عنها لا تشيلوا هم دحين، حوصل لها مع سلايدات. طيب الآن علمتكم كيف تسووا استركشر زي كذا، ونقدر نغير. يعني ما هو لازم مربع هنا، مو لازم يعني أنتوا تغيير الأشكال حوريكم لما نسوي إن شاء الله بوستر مع بعض. طيب الخطوط، يقول لك إنه استخدموا السان سريف فونتس والسريف فونت ما تستخدموه إلا في البادي. طبعا هذه عشان أريحكم، أنا حتى ما أحفظ صراحة خطوط، لكن يقول لك التايمز رومان يفضل دائما في البادي اللي هو الكلام اللي ينكتب في المحتوى، ودائما العناوين يستخدم إيريل، تهامة، الأشياء هذه. فأنا كيف أعرف إنه هذا الخط اللي بستخدمه من الخطوط تبع التايتل، وكيف أعرف إنه هذا الخط ينفع للبادي؟ الله يخلي جوجل. جوجل مسوي حركة اسمها جوجل فونت. طبعا خلونا ندخل جوجل، خلونا نكتب هنا جوجل فونت، مسوي حركة جدا جميلة. هنا تستخدم كل، شوف الكاتيجوريز هنا، شايفين الكاتيجوريز. فأنا لو أبغى أقول له وريني الخطوط تبع السريف، وهنا أقول له إنجليش، طبعا اختار الإنجليش. فين الإنجليش؟ الإنجليش الإنجليش، شايفين إنجليش؟ المهم أنا ماني شايف إنجليش صراحة. المهم كل اللي أنا أبغى أقول لكم عليه إنه في خطوط تصلح للبدي، وفي خطوط تنفع للتايتل والهيدينجز، وهذه من ضمن الخطوط. يفضل دائما في خط مرة يحبونه طبعا المؤتمرات اللي هو الأوبن سانس. الأوبن سانس هذا إيش ميزته؟ ميزته إنه في منه للتايتل وفي منه للبدي تكست. كيف؟ أنا حوريكم الآن. هنا مثلا أنا والله أكتب هنا مثلا الأوبن سانس، خلاص طبعا جدا سهل تحميله على الجهاز، لا تشيلوا هم. اوبن سانس فونت اهو، معلش خلونا نكتب هنا نحط كل شيء. طيب شوفوا الاوبن سانس فيه منه، لو لاحظتم شوف انا ايش كتبت، انا بس ضغطت عليه وراني الخطوط. شوفوا منه اعطاكم كل الفاميلي حقته، يعني الخط الواحد في منه خط عريض، خط نحيف، خط للتايتل، كل اللي تعملوا له من هنا داونلود فاميلي. فانتوا كذا جمعتم كل الحسن على قولهم. تقدروا تستخدموا اللايت، الخطوط اللايت اللي هي الخفيفه النحيفه للمحتوى،
وتقدروا تستخدموا البولد او هذه الكبيره للتايتل. خلاص هذه اللي بس انا بوصلها لكم، انه في خطوط تنفع للتايتل وفي خطوط تنفع للبدي، وفي النهايه اهم حاجه تشوفوا الكونفرنس ريكويرمنت، يعني ترجعوا تشوفوا، لانه احيانا يكون دقيقين. كثير من الناس لما يرجعوا يستشيروني في شيء ونرجع اتابع معاهم الويب سايت تبع المؤتمر، فنتفاجئ انه نحصل انستراكشنز واضحه من المؤتمر، انه والله نبغى خط كذا، نبغى خط كذا، نبغى يكون تابع تسووا نفس الديزاين هذا. انتبهوا اول شيء لمتطلبات المؤتمر. طيب نيجي الان للتصميم تبع اللي هو البوستر. طيب انا والله ابغى اصمم البوستر بس ماني عارف ايش احجام الخطوط اللي استخدمها. طبعا دائما التايتل هو اللي يحظى باكبر شيء في اللي هو في التصميم. ليش؟ لانه بيقرا من التايتل، يبغى يقرا المحتوى. دائما يكون حوالين 24 24 بي تي، طبعا اللي هو السايز تبع الخط، حجم الخط. الهيدنج من 36 الى 40 محبب. الاوثرز دائما يكونوا تحت التايتل. طيب خليني اوريكم اكزامبل عشان ما اشوشكم. خلونا نشوف هذا النايس الجميل، شوفوا كيف مرتب ومنظم. الان هذا اللي هو التايتل، طبعا الاوثرز افليشنز اللي هي هذه اللي هو الاوثرز وفين البوزيشن حقتهم. خلاص انا لما اتكلم عن اللي هو التايتل، طبعا هذا لو لاحظتوا هنا التايتل هو اكبر شيء، بعدها يجي الهيدنجز تبع البوستر. خلاص بعدها اصغر شيء اللي هو المحتوى اللي هو البدي. طبعا في اللي هذه يسمونها فيجر كابشن، اللي هي نص الصوره، او ال ايش نسميها بالعربي، فيجر كابشن. المهم اللي يعرف بعدين يعلمنا. المهم انه شرح الصورة، هذه يسمونها الكابشن. هذه تكون مرة صغيرة، يعني مو لازم حتى توضح. خلاص حنصمم مع بعض ان شاء الله بوستر، بس ابغى اوريكم الان انه احجام الخطوط تختلف. دائما التايتل هو اكبر شيء واللي العناوين تجي بعده. طبعا انا كيف اعرف؟ احفظوا انتوا هذه، او خلاص هي حتكون مسجل ان شاء الله. فهذه اللي هو الأحجام المحببة في التصميم. طبعاً هذه برضو أنا أرجع أقول إنه دائماً ما تكون زي القرآن، لا، إحنا نقدر نلعب حوالينها، يعني نقدر ننقصها كمان، بحيث إنه إذا زاد مثلاً عندي المحتوى وصار عندي زحمة أقدر أصغر في التايتل وفي الهيدينجز حتى يكون عندي نسبة وتناسب مرتبة وتكون مريحة للعين. طيب وريتكم المثال، نيجي طبعا في موقع حلو إذا تبغى تعرف إيش هو الحجم المناسب للخط. إذا أنا مثلا كنت واقف على بعد 1.13 متر، فهنا الموقع هذا جدا رائع وجميل، يعطيكم الحجم الخط كم على بعد كم متر ينقلي. هذا راح برضو يكون عندكم. خلينا أوريكم مثال يلا على السريع كذا، أنا كنت اليوم أبغى أختصر لكم عشان وقتكم. الموقع هذا جدا رهيب، كل اللي تسويه طبعا كله عندكم هنا، سمارت فون، بوكا، ماجازين، تابلت، البوستر. فأنا هنا مثلا لو أقول له 1.20 متر، خلاص قال لي هنا إنه فوق 27 راح ينقري على بعد 1.20 متر. شوف لو أبغاه على بعد 2 متر لازم أكبر الخط، شايفين؟ فهذه لما إحنا حطينا هنا، لما إحنا حطينا هنا إنه 36 إلى 40، معناته إحنا الهيدنج ما حيبان على بعد 2 متر، لكن حيبان على بعد، شوفوا على كم بعد، كم على بعد، كم على بعد 1.70 متر، يعني 1.5 متر. حيقدر الواحد يقرأ العناوين تبعنا. فهذا الموقع جدا رهيب وموجود إن شاء الله، حيكون في المحاضرة المسجلة، تقدروا تلعبوا فيه وتشوفوا المقاسات اللي تحبوها. طيب في أحيانا تلاحظ إنه أنت مع النسخ واللصق تكتشفوا إنه
في استخدمت اكثر من خط. طيب انا كيف اعرف اني استخدمت اكثر من خط؟ كل اللي اسويه انه من هنا اروح على فين 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 انا نسيت صراحه. فايند، ايوه هنا. طبعا في عندكم فايند اللي هو المجهر، تروح وتقولوا ريبليس. هذه لما تقولوا ريبليس فونت راح يعطيكم كم خط استخدم في البوستر. شوفوا انا كيف عرفت من ريبليس فونت، هنا قال لي انك انت استخدمت 3 خطوط، استخدمت اريال وكاليبري وكاليبري لايت. طبعا انا هنا انا بالعين استخدمت 3 خطوط، لكن انتم شيكوا ممكن تكونوا استخدمتوا 6 7. فدائما يحبذ استخدام خطين او 3 خطوط ماكسيمم، وهذه اداه جدا رائعه تعلمكم على كم خط عندكم في البوستر، لانه بلاش استخدام خطوط مره كثيره لانها ما هي حلوه للعين. طيب الكلرز، وهذه من الاشياء الجدا مهمه، ويعني استخدامها بيعتبر زي الفن. طيب احنا عارفين انه في عندنا نوعين اللي هي الالوان الساده والتدرجات في الالوان او الالوان المتدرجه. طيب على الالوان الساده ميزه الباوربوينت يعطيك يلمح لك يقول لك والله هذه الالوان الموجوده. شوفوا لو لاحظتوا هنا انا استخدمت لونين، لون ازرق غامق ولون ازرق فاتح. طيب انا كيف عرفت؟ دائما انا احبذ استخدم الشيء اللي في نفس المستوى، يعني اذا استخدمت هذا اروح استخدم اول لون في الدرجه. يعني شوفوا لما انا استخدم هنا مثلا اللون نقول هذا الازرق او هذا الازرق، اروح استخدم اللون الفاتح اللي في نفس الدرجه او اللي قريب منه. انتوا براحتكم، في ناس يحبوا يشكلوا، في ناس يحبوا زي كذا. شوفوا يبغى مثلا يكون ازرق وجري حيطلع برضو جدا جميل، لكن لا تحط هذا لون غامق. يعني في انا انصدم لما اشوف زي كذا، كذا مره ما هي راكبه الالوان. لازم يعني هنا هو مريحكم انه معطيكم لون فاتح ولون غامق، تقدروا تلعبوا على نفس الدرجه، وهذه جدا حتساعدك في الاختيار الالوان الحلوه. طيب لو والله انا رحت مؤتمر، ابغى اشارك في مؤتمر، خلونا نقول جوجل انتل كونفرنس، بما اني اسنان 22، جاني هذا الكونفرنس وابغى اشارك فيه مثلا. اوه يا ساتر، والله تايلاند فتحوها يا شيخ، يبغى على طول حطوها لنا اول شيء. طيب خلونا مثلا نقول فين الويب سايت تبعهم؟ الويب سايت هذا. هذا شكله لا موقع عام، مو موقع مثلا كونفرنس معين. خلينا نقول فين 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 فين؟ السعودي انترناشونال دنتال كونفرنس. خلينا نشوف ايش الوانها. الله، شوفوا الالوان تبعهم اللي هي الازرق والاخضر او التركواز، معلش. طيب كيف اسوي؟ انا اصور الشاشه. كل ما صورت الشاشة أجي هنا أسوي بيست للشاشة، كل اللي أعمله أنزل شكلين، هذا شكل وهذا الشكل الثاني. أجي عند الشكل الأول وأروح على شيب فيل وأروح القطارة الرهيبة حقتي وأقول له اسحب لي اللون هذا، وأجي أروح أجين وأسحب اللون هذا. الآن صارت عندي اللونين تبع المؤتمر. أنا أحذف أقوم أفكر إيش أسوي. مثلا لو اخترت اللون هذا، طبعا على طول تجيني هنا، شايفين تجيني هنا. أنا كذا ألعب، أقدر مثلا أسوي زي كذا، شايفين، أضيف حركة جمالية بحيث إنه يعطيني روعة للشكل. شايفين كيف الجمال؟ الله، أنا انبسطت. شايفين كيف الإبداع لما تعطيك كذا دمج للونين بحيث انه يعطيك نفس الستايل تبع المؤتمر اللي تبغوا تشاركوا فيه. طبعا اقدر العب في الالوان، اقدر اغير، بس كلها
يعني كل ما كنت قريب من المؤتمر اللي بتشارك فيه او من الجامعه اللي بتشارك فيها بيعطي للبوستر تبعك رونق جدا جميل. طيب عرفنا اللي هو السوليد كلر، دائما استخدموا لونين او بالكثير ثلاثه الوان، وزي ما شرحت لكم انا. طيب في اللي هو طبعا الجريدينت كلر، جريدينت كلر اللي هي الالوان المتموجه. طيب كيف اسويها؟ انا لو ابغى، انا عندي لونين وابغى اسوي لها جريدينت، كل اللي اجيه من هنا، شايفين جريدينت هذه، واروح اسوي هنا جريدينت، جاني جريدينت بس مو واضح، انا جتني فكره ابغى احطه بنفس اللون تبع المؤتمر اللي هو الاخضر. خلينا نشوف ايش يطلع معنا. لو جينا هنا وقلنا جيب لي اللون هذا، الله والله طلع جميل، والله طلع واو، زي الثيم حق النادي حقنا، والله طلع رهيب. شوفوا كيف طلع جدا جميل وفخم. شايفين انا كيف غيرته؟ كل اللي سويت هو طبعا كان شكل واحد، خلاص خلونا نبدا من البدايه، كان شكل واحد. كل اللي سويت رحت من هنا، رحت على جريدينت، رحت على جريدينت من هنا، جاني اللي هو فورمات شيب من هنا، اروح على اخر لون واغيره، اقول له اعطيني اللون هذا. كيف اغير اللي تحته؟ كل اللي اسويه امسك على الشكل واروح على اداه الفورمات بينتر اللي هي الفرشه دي، واضغط الشكل اللي ابغاه. يعني لو انت عندك مثلا اي شكل معين، دائره، وتبغى تلونه بنفس اللون هذا، ما يحتاج تعيد كل شيء، حدد الشكل، روح على هوم واختار هذه واعملها زي كذا. شايف او شايفين معايا؟ معلش احنا مقفلين اليوم الشات من كثر الدعايات، ولا كنت ابغاها انتر اكتف يعني سيشن. طبعا احنا نقدر بعدين نلعب في الشكل، يعني احنا مثلا انا من الناس اللي احبذ تكون مثلا الشكل عندي داير من النص من هنا، انا من هنا اغير على الالوان اللي ابغاها، أو مثلاً أخلي من الداخل اللون اللي أبغاه، ومن الخارج اللون اللي أبغاه، وأحذف البياض. شايف كيف الجمال؟ لعلي شكل جمالي جداً روعة. طبعاً هذه الشغلات اللي يبغى يتعلم فيها أكثر في الباوربوينت يحضر واحدة من محاضرات اللي هي إبداعات الباوربوينت الخفية. طيب نكمل الآن اللي هو الجريدينت كلر اللي هي الأشكال المتموجة. طيب في ناس بيسألوني كثير، يقولوا ليش لما أنا أشوف الألوان تبعي في الشاشة واضحة لما أطبعها بتطلع غامقة؟ لأنه إحنا عندنا في المطابع في شيء اسمه ألوان شاشة وفي ألوان طباعة، دائما ألوان الشاشة بتكون شوية خداعة، بتكون أوضح وبرايتر ذان اللي هو الطابعة، دائما خلي هذا شيء في بالك، انه ما حتجيك نفس الوان الشاشه. ولا مع الكوفيد 19 ما اتوقع انه في ناس بتطلب انكم تطبعوا، لا تشيل هم، خلاص صمموا زي ما انتم، وهذه ما حتفرق معاك كثير، بس انا حبيت اوضح لكم النقطه هذه. طيب الباك جراوند، اللي يلاحظ دائما انه الجمال دائما في البياض. يعني كيف؟ يعني كل ما كان انا عندي البوستر تبعي ابيض، كل ما كان أجمل وأشيك. دائما البياض بيعطيني جمالية في البوستر، لكن في ناس تحبذ أنه تغير شكل، تغير الألوان، تغير، فهذا كله يرجع لكم. يعني اللي يبغى مثلا يكون عنده لون سادة جري، فهذا يرجع لكم. كل اللي تسووه أنكم حاولوا قدر الإمكان أنه تخففوا الباك جراوند. يعني شوفوا من هنا، من هنا أنا حطيت الحين شكل، يعني أنا ما جيت لونت فورمات الباك جراوند. لو لاحظتوا أنا كل تعاملي أشكال، يعني أحط شكل وظيف، أحط شكل وظيف، كل تعاملكم خلوه أشكال. شايفين الحين هذا شكل، هذا شكل الكتابة حطيتها تكست، فعشان ألعب فيها براحتي دائما خلوها أشكال. شوفوا الآن أنا عملت اللي هو جراي، اخترت افتح شيء مثلا في الجراي، من هنا الشفافيه اخففها كمان زياده لو حابين، فهذه كلها ترجع لكم. في ناس
بيختاروا اللي هي البتن، اللي هي أشكال زي كذا، شايفين؟ في أشكال زي كذا، شايفين كيف تطلع لكم زي النقاط كذا الصغيرة؟ هذه برضو أذواق في الناس، أذواق، شوفوا كيف. بس هذه كلها يعني ما هي محبذة كثير، بحيث أنه البياض هو جمالية صراحة. وهذه أنا بس حبيت أوضح لكم كيف أنكم تضبطوها. طيب نيجي نكمل. أنا ودي صراحة أكتب أقول لكم في الشات واضح ولا مواضح، لكن إن شاء الله هسألكم. طيب نيجي عند الشغل اللي أنتم كلكم منتظرينه، اللي هو كيف أرتب العناصر. طيب أنا أقول لكم إنه خلال دقيقتين راح أخليكم تصمموا البوستر تبعكم. كيف؟ خلال دقيقتين أنا أقول لكم تصمموا الاستراكشر طبعاً، مو الاستراكشر. كيف الاستراكشر؟ يعني خلونا نحذف هذه، بسم الله، خلونا نطبق على هذه أحسن شيء. خلونا نحذف هذه، شوفوا، خلوني أبدأ أنا من جديد، أنا بس عجبني الشكل اللون هذا. خلوني أبدأ من جديد، هذا التصميم تبعكم. كيف أسوي؟ أروح أقول له شيب، أسوي زي كذا، هذا للتايتل، خليه يأخذ مكان مهم في البوستر. كل اللي أسوي فقط واحد، يعني هذا الانترودكشن، أسوي اللي تحته طبعا اللي هو اللي يبغى فيه الكلام، وخليه مثلا كذا. طبعا أنصح دائما إنه كل الأشكال تكون outline no outline. خلاص رتب فيها هذه، رتب، شوفوا كل اللي أسويه إنه أنا أنسخ الكلام، أنا ما أبغى أكتب، أنسخ الكلام وأحطه هنا، وأحط التكست طبعا تكست معين. خلاص خليني أمسح هذا مثلا، هذا الآن عندي واحد كامل. كيف عندي واحد كامل؟ يعني عندي نموذج كامل، كل اللي أسويه إني أكرره. طيب كيف أكرره؟ شوفوا، أحدد هذا كامل بالماوس، كنترول دي أنزله. الآن شوفوا كيف الباوربوينت الجديد الرهيب أعطاني نفس المساحة ونفس الأشياء، هذه ميزتها، يعطيك alignment مرة رهيب. طيب الآن صار أنا عندي اثنين، خلاص أحددها كاملة مع بعض وأسوي كنترول دي. لاحظوا كنترول دي، أمشيها على المكان اللي أبغاه. مثلا أقول هنا كويس، خلاص هنا مثلا كويس، كل اللي أسويه كنترول دي كنترول دي. الله، شايفين كيف سوالي مجموعة بنفس الحجم ونفس الترتيب ونفس التنظيم، كنترول دي. طبعا هيجي واحد منكم يسألني، طيب أنا ما أحتاج هذه كلها أو هذه مكررة، إحنا هنلعب على الشكل. يعني كيف؟ أنا عندي أهم حاجة كيف أحافظ على البياض اللي هنا، شايفين البياض هذه؟ لو أخذت المسطرة وقست هذا البياض، هو نفسه هذا، البياض المسافة اللي هنا هي نفسها اللي هنا، هذه هي السر في التركيبة. الآن أنا هنا أبغى يكون عندي alignment والspaces كلها متساوية، فهذه أهم نقطة أبغاها. يعني هذا أبغى الspaces تكون عندي متساوية عشان يكون عندي البوستر فخم. كيف سويتها؟ أنا أسوي أول حاجة الشيء اللي أبغاه، أسوي هذه، بعدين أكررها، بعدين أكرر مع بعض الاثنين هذه وأكررهم بكنترول دي. شوفوا أنا ما أتكلم عن كنترول سي وكنترول في، الحركة الشنب هذه اللي هي كنترول دي، اللي عندهم ماك كوماند والليتر دي. خلاص جربوها وراح بإذن الله تدعوا لي في الحركة الرهيبة هذه. شوفوا كيف فخامة البوستر هذا لما نعطيها اللون هذا، والله حيطلع رهيب. شوفوا أنا حددت هذه، شوفوا كيف اللونة، شوفوا كيف لما أنا أحدد أكثر من شكل، كل اللي أنا أسويه أحدد، انتبهوا ما تحددون تكست، أحدد أشكال هذه كاملة مع بعض. خلاص أنا هنا أحدد
قول له اهم حاجه انه ما تحدده. والله انا نسيت ترى صراحه. يلا اللي يفتكر انا نسيت. يلا سبحان الله. المهم في حركه كذا رهيبه بالبينتر، بس انه لازم تحدده كامله. يمكن اقول لكم عليها لاحقا ان شاء الله، انه حيطلع البوستر بالشكل الرائع. طبعا كل شيء خلوه دائما بثيم واحد، يعني هذه اذا مشيتوا انتم بثيم واحد كلها حتكون لكم بثيم واحد. انا الان حقول لكم كيف حتكملوا على البوستر. يعني شوفوا لاحظوا انه انتم الان تقريبا خلصتم الاستراكشر حق البوستر، اللي هو اهم نقطه في البوستر الاستراكشر، اللي هو الترتيب او ترتيب المحتوى. فاحنا الان انا بس عشان اوريكم ايش اسوي انا نيكست ستيب. طيب الان كل اللي اسويه، انا مثلا عندي الميثود او الانترودكشن وهذه ميثود، خلاص هذه اللي هو الميثود، خلينا نكتب ميثود. هنا انا عندي ريزلت، والريزلت ابغاها هذه كلها الاربعه. ايش اسوي؟ عارفين كيف اسوي؟ احذف هذه واحذف هذه، خلاص انا ما احتاجها. كل اللي اسويه اني اكبر السكشن هذه، شايفين كذا؟ انا سويت، شوفوا لاحظوا الباوربوينت يعطيني فين نهايه اللي هو الشكل، عشان ما اجي وانا من هنا عاد اضبط. شوفوا كيف يعطيني الباوربوينت، لاحظوا اعطاني بالضبط السايز اللي انا اوقف عنده. فانا هنا سويت استراكشر. انا هذه للناس اللي مثلا عندهم جزئيه الريزلت اكثر من الجزئيات الباقيه، فانا هنا سويت لي بوستر جدا جميل وبالوان المؤتمر اللي ابغاها. طيب ان شاء الله انكم وضحت عندكم الصوره. ايمج ريزوليوشن هذه جدا مهمه، انه في ناس طبعا يكون عندها صور جدا واضحه لما تطبعها تطلع زي كذا، وهذه ترجع لدقه الريزوليوشن. طبعا في مؤتمرات كثيره تطلب انه يكون الصوره 300 دي بي اي، اللي هي دقه الصوره دي بي اي. فانا دائما انصح انه الواحد دائما يختار الهاي ديفينيشن ايمجز. انا لو عندي مثلا مشاركه وابغى مثلا احط في، ما عندي مثلا صوره لكني ابغى احط هنا صوره طفل مثلا او صوره اسنان وابغى اجيبها من الانترنت، ايش اسوي؟ انا لما هنا اختار توث، هنا في خيارات عندي يقول لي ايش تبغى السايز، فدائما اختار اكسترا لارج. ليش؟ لانه انا شغال على حجم سايز البوستر جدا كبير، يعني تخيلوا متر في مترين او مترين في مترين، فدائما اختياري للصور اللي اجيبها من الانترنت يكون هاي ديفينيشن، لدقه عاليه، خلاص؟ فهذه جدا مهمه. طبعا في فرق، في ناس تقول لي طيب ايش الفرق، اللي ليش في صور لما نكبرها تخترب وفي صور لما نكبرها ما تخترب؟ طبعا هنا اللي هي ارجع اقول لكم في شيء اسمه فيكتور وفي شيء اسمه راستر، هذه كيف حنفرق بينها؟ هذه فقط اني اعلمكم. شوفوا لاحظوا هذه صورة تفاحة، هذه رسم لكنها من بعيد كأنها حقيقية لكنها رسم. شوفوا لما أكبرها ما تختلف دقتها، بينما هذه لأنها صورة التقطت بكاميرا شوفوا كيف تخترب دقتها، فهذا الفرق. طيب هذه كيف يرسموها؟ هذه في برامج اسمها أدوبي إلستريتور، أدوبي إنك سكيب، هذا اللي تطلع الحاجة الفخمة هذه. دائما هذه فقط معلومة على السريع، إنه والله في صور اسمها راستر وفي صور اسمها فيكتور، وهذه دائما عادة تكون مرسومة، عشان كذا مهما كبرناها ما تخرب دقتها. طيب في ناس منكم بيسألوا طيب أنا كيف أحفظ الصورة بدون خلفية؟ كيف أحفظ الصورة بدون خلفية؟ وهذا سؤال جدا مهم. يعني مثلا أنا والله عندي رسمة، عندي شارت هذا المعين وأبغى أحطه مثلا، شوفوا لاحظوا جاني بدون خلفية، خلاص. لكن لو صغرته، لو صغرته أنا
وصغرته. طبعا كيف لو جاكم زي كذا اختربت الخطوط، روحوا على هوم وصغروا الخط من هنا، شايفين؟ صغروا الخط من هنا على طول تزبط معاكم المقاسات. طيب الآن عندي سؤال، أنا أبغى أحفظ، أنا بس كده على السريع أبغى أحفظ هذا كصورة بدون خلفية. شوفوا كيف هو الآن بدون خلفية، لاحظوا بدون خلفية. كل اللي أحفظه إنه save as picture، وهنا هنا أحطها PNG. لاحظوا البي إن جي يحفظ لكم الصور بدون خلفية. طيب الجي بي جي، الجي بي جي يخلي الخلفية بيضة على طول كذا، يحفظها يخليها بيضة. لو قلنا نقول يس، لو لاحظنا جينا هنا قلنا خليها أسود أو خليها ملونة. شوفوا خلينا ننزل الصورة الآن اللي حفظناها، طبعا حفظناها في آخر صورة موجودة. شوفوا كيف، لأننا حفظناها جي بي جي، فحفظ لنا هي على طول الباوربوينت بخلفية بيضة. طيب أنا أبغاها شفافة، كل اللي أسويه إنه أنا لما أحفظها أحفظها بي إن جي، خلاص، والبي إن جي يخليها لي شفافة. طيب خلونا نكمل. طبعا لا تنسوا لما يكون خاصة طلبة الماجستير والدراسات العليا اللي يشتغلوا في المعمل أو على المجاهر، لا تنسوا تحطوا اللي هو السكيل بار، اللي هو توضحوا أنه هذه الصورة مكبرة، خلاص. هذه يعني شغلات صغيرة حلوة لما تنحط في الصورة. طبعا أنا تكلمت عن الترانسبارنت إيميج في الباوربوينت، يحذف اللي هو الباك جراوند، هذه كلكم أتوقع أنكم تعرفوها. طبعا حذفوا للباك جراوند مش زي الفوتوشوب مثلا، لكن على قولهم حلوة لو أنتم بتستخدموا شيء معين. مثلا خلونا نجيب لهذه صورة شفافة أونلاين بيكتشر، خلونا نقول أبل، وخلونا نقول هنا مثلا خلفية بلون أبيض. شوفوا هذه خلفية لونها أبيض. كيف أشيل الخلفية؟ كل اللي أسوي أروح على Picture Format من هنا، أروح على Color، وأروح شيء اسمه Set Transparent Color، وأضغطه وأضغط على البياض يحذف لي الخلفية تبع التفاحة. هذه فقط على السريع، والمحاضرة المسجلة again إن شاء الله تقدروا تطبقوا الحركات. طيب في اللي هي الشارت والأشياء اللي احنا بنتكلم عنها، ما يحتاج انه تحطوا حدود على البوردرز واللاينز والباك جراوند. طبعا في شغلات حلوة تستخدموها الآن انا بوريكم هي، يعني زي كذا مثلا، مو حلو انه تحطوا خلفية سوداء والجراف كأنه لمبات زينون كذا، ما تصلح. فالجمالية دائما انه تكون حلوة وخفيفة ومريحة للعين. هنا مثلا حط اللي هو الظل وما انتبه للخط، شوف كيف مخترب هنا. شوفوا كيف هذا الجميل، مريحة مرتبة الألوان، خلاص أنا عارف إنه هذا نفس اللون، هذا نفس اللون، هذا نفس اللون، هذا الفاتح نفس اللي هو المجموعة، كذا واضحة ومرتبة للعين. طبعا اللي ما يعرف كيف يسوي هذه الشغلات، يعني ما اتوقع لانه ما حد قد سالني، بس من هنا انسيرت شارت وتحطوا طبعا الشارت. الميزه انه من هنا شوفوا كيف الكويك لي اوت، لاحظوا من هنا يرتبها لي. ابعدوا عن الاشياء اللي ما تصلح، يعني في شغلات هذا حلو هذا حلو، وكيف اغير الالوان؟ شوفوا لما اضغط على الازرق حتتحدد عندي كل الازرق، شوفوا لما اضغط على البرتقالي يتحدد عندي كل البرتقالي. كل اللي اسويه كليك يمين واغير من هنا واختار اللون اللي ابغاه، خلاص. حلو انكم تخلوا البارات بنفس الثيم حق البوستر، يعني شوفوا
أنا هنا مثلا أجيب هذا، أجيب هنا وأجي أقول له مثلا، أجي أقول له اختار الألوان تبع البوستر. هذه برضو شايفين كيف يطلع لي جمالية جدا جميلة ورهيبة لشغلي، شايفين؟ هذه حركات حلوة تعطي تاتش، فاين تاتش جدا جميلة. طيب كم كملنا؟ كملنا ساعة تقريبا يا دكتور علي، كملنا ساعة. طيب خلينا بس نسرع. طبعا الشغلات الملونة هذه ما تصلح في الجداول، ليش؟ لأنه الواحد أنت دائما في الجدول أو أنت تبغى تعطيه اللي هو القيمة المهمة، فالقيمة المهمة دائما يا إنه إذا ما كان عندك شيء تبغى توضحه خليهم زي كذا بحيث إنه في لون يفرق عشان يعرف يقرأ، أو إنكم تحددوا الشيء الأيتيمز المعين اللي تبغوه القارئ ينتبه له. الجرافز هذه في لها طبعا سايز معين، هم يقولوا إنه المينيمم تبعها 12×15. طبعا أنا كيف أعرف السايز تبع الجراف تبعي؟ عارفين كيف؟ خليني أفتح لكم اللي هو بوربوينت جديد. طبعا في عندي كمية معلومات كثيرة، لكن ما أبغى أنا اليوم أخفف عليكم المحاضرة وأعطيكم الأشياء الأساسية. طبعا أي فيجر أو أي جراف هنا من البيكتشر فورمات راح يجيكم الهاي والويث، فهنا تقدروا تغيروا المقاس تبع الصورة، وهذه برضو كمان يرجع لكم لو أنتوا هنا في مثلا في البوستر تبغوا تحطوا الصورة يشوفوا كيف. لاحظوا في شيء مرة مهم، لما تنزلوا الصورة حاولوا ما تعملوا زي كذا، شايفين؟ لما تعملوا ستريتش للصورة، اللي يلاحظ أنا لما أعمل ستريتش أضغط على شيفت في الكيبورد وأضغط من الكورنر، شايفين؟ كتلة واحدة تنزل معايا، تتصغر معايا ككتلة واحدة عشان ما يتشوه أو ما تتشوه عندي الصورة، وهذه جدا معلومة مهمة انتبهوا لها الله يرضى عليكم عشان ما تطلع لكم الأشياء ممطوطة بشكل مو حلو يعني. طيب إيش كمان؟ خلونا نمشي نمشي نمشي. طبعا الانفوغرافيك والسمارت آرت والباوربوينت تيمبلت هذه أشياء جدا رائعة، لاحظوا الشكل الجميل هذا بالباوربوينت تقدروا تعملوه، كل اللي تسووه إنه تستخدموا الانفوغرافيك. طبعا هنا اللي لاحظ نيو تخشوا على انفوغرافيك، الجميل في الموضوع إنه الباوربوينت يعطيكم أشكال جدا رهيبة. طبعا هذه أشكال معينة تقدروا تستخدموها تفكفكوها جروب أن جروب، تقدروا تستخدموها على حدة تلونوها تغيروا الألوان. في طبعا هنا كمان اللي هو انفوغرافيك أشكال ثانية اللي هو هذا أحلى شيء، شوفوا كيف، شايفين البيبي اللي قبل شوية استخدموا فيه هذه، هذه أشكال جدا رائعة، شوف كيف تغير اللون تحط فيه الأشكال، شوف كيف طلعوا شكل جدا رائع وبألوان رهيبة. واللي عنده رسمة أو انفوغرافيك وحايص فيها ويبغى يسألني عادي، أنا إن شاء الله حاعطيكم في نهاية المحاضرة تويتر تبعي وتابعوا على الخاص، أنا حرد عليكم إن شاء الله أو إيميلي. طيب السمارت آرت اللي هو هذه insert smart art، وهذه اللي فيها الأشكال. طبعا هذه دائما اللي شيء اللي عجبني، طبعا الهايركي هنا اللي يستخدم فيها الهيكل الإداري أو شيء البروسيس انتقال شيء لشيء، هذا اللي يعجبني أنا أكثر شيء فيها اللي هو البيكتشر اللي هو الجريد. فين الجريد؟ اللي هو هذا دائما البيكتشر جريد اللي عنده مثلا أربع صور ويبغى يحطها مع بعض، فهذه كل اللي تسويه بس تضغط تختار فين الصورة اللي تبغاها وتحطها وتجيك على طول، شايفين بسرعة يجيك الأمر فين تبغى صورتك من فين، فأنت تقول له يا إنه عندي في الكمبيوتر يا مثلا ستوك إيميج تختاروها من سمارت آرت. وريتكم أنا اللي هو باوربوينت التيمبلت. طيب لو نكمل الباوربوينت الجديد برضو فيه خاصية جدا حلوة اللي هي خاصية الزوم. الزوم حلو
للي عنده برزنتيشن. كيف انا اسوي؟ مثلا انا عندي والله خلونا بس نقفل، معليش نقفل البوربوينتات هذه. خلونا نقول مثلا نقفل هذه، خلونا نستخدم الزوم، خلونا نستخدمها هنا احسن. طيب انا مثلا ابغى السلايدات هذه تبعي اسويها عن طريق اللي هي الزوم او خاصيه الزوم. شوفوا لاحظوا انسيرت، في هنا زوم. الزوم هذه تعمل لي سمري زوم. كيف سمري زوم؟ شوفوا انا اختار السلايدات اللي ابغاها. يعني انا مثلا انا والله عندي مثلا هذه اللي هي الاساسيه 15 الخضراء اللي هي كانت عناوين سلايداتي، خلاص انا مثلا اخترتها. شوف كيف يرتبها لي الباوربوينت. شوفوا كيف اول ما احط الماوس عليها راح تغيرت الى شكل نقره. فكل اللي اسويه انه مثلا ابغى اتكلم عن رقم 5 مثلا، اضغط عليها شوفوا راح تبدا معايا السلايدات حقت رقم 5. لما اخلص منها اروح انتقل على 6. شايفين اعطتني شكل جدا رائع. طبعا انا كيف اسويها في البوستر؟ في البوستر انا راح اقدر اسوي كل اللي اسويه اني افصل الانترودكشن والميثود والريزلت والديسكشن والكونكلوجن الى عده سلايدات. يعني الانترودكشن حتكون في سلايد، الميثود حتكون في سلايد، الريزلت حتكون في سلايد، والديسكشن في سلايد. فانا هنا اجي اقول له انسيرت في اول سلايد، اقول له زوم سمري زوم، ويطلع لكم كل السلايدات بضغطة زر في اللي هو البوستر. جربوها، انا ما حجربها دحين عشان الوقت، لكن جربوها واللي ما يعرف يتواصل معايا وابشروا ان شاء الله ساعدكم فيها. طيب في شيء بس سريع كذا وجدا مهم في الصور الكثيرة. ناس كثير يحطوا مثلا صور زي كذا، ايش العامل المشترك في الصور هذه؟ العامل المشترك اللي هو أهمية التوضيح للقارئ هو فين. يعني هنا أنا عرفت إنه A هذه كلها، B هذه كلها، بعدين حط لي C D E كذا، برافو عليه إنه وضح لي إنه والله ترى يمشي بالترقيم. فهذا يدل العين تبع القارئ إنه والله كذا الصور تبع هذه، الصور تبع هذه. ولاحظوا أنا الآن لما أشوف اللون هذا ترى هو نفسه هذا، لما أشوف البرتقالي هذا أعرف إنه هو نفسه هذولا، لما أشوف السماوي هو نفسه السماوي ذولا. توحيد الألوان جدا مهم في الصور. هنا زي ما قلت اللي هو الحروف جدا مهمة عشان للعين القارئ. طبعا لو قدر الله وقالوا لكم اطبعوا البوستر، طبعا الفابريك بوستر ما هي حلوه، شوفوا كيف تتعفط وتطلع لكم شكلها مو حلو. دائما الورق هو افضل حاجه، الورق يجيك ورق لامع، ورق مطفي، طبعا حسب ذوقك. شوفوا كيف يطلع جميل، شوفوا هذه ما شاء الله مبسوطه بالبوستر تبعها. فهذا الورق، دائما اذا قالوا لكم ايش نوع الطباعه اللي تبغاها فهذا يرجع لكم، يا تبغوا ورق لامع يا مطفي، اختياركم. طبعا تراي فولد هذا بطلوه بس ما ادري، انا حبيت بس اشارككم انه في شيء زي كذا. ايش كمان الان؟ ايوه الان كل البوسترات، كل الكونفرنس صارت اي بوستر، وهذا الشيء الرهيب اللي خلى الناس يطيحوا في الاي بوستر. فالشاشات تطلع الاشكال جدا جميله ورائعه، بالعكس حتى تصاميمكم إن شاء الله حتطلع جدا جميلة في الإي بوستر. في طبعا بوستر هولدر للي يبغى مثلا رايح مؤتمر، في اللي هي الاستيكرز، في ناس بيحطوا دبل فيس عشان لما يعلقوه في الجدار، وفي اللي هي الأدهيسف وهي أحسن. مثلا أنا عندي بوستر وبشارك فيه في كذا مؤتمر، فأسوي هذه اللي أقدر أشيلها في أي وقت من مؤتمر لمؤتمر.
طبعا في اللي هو الميني سايز بوستر والاشياء الصغيره. طبعا في تطبيق جدا حلو، ما ادري اذا بيشتغل هذا عندكم ولا لا، لكن تحصلوه في الـ في الاندرويد والابل، اللي هو كيف تشوف بوسترك وهو معلق ولسه ما انطبع. حلو والله صراحه، تحط الصوره طبعا بعد ما تصمموه تحطوه كصوره، تحطوه في الجدار كذا تشوف كيف شكله، حلو ولا مو حلو. بس هذه كحركه جدا حلو، اسمه بوستر فيجولايزر. طيب في اللي هو الهنت والتيبس، طبعا لا تستخدموا بوكسز وذين بوكسز، يعني تكثروا من البوكسات مو حلو، الزيجزاج هذا مو حلو، اللي انا قلته طبعا اكثر من خط، السبيس تكون مره فاضيه برضو مو حلو، الاندرلاين تكست مو مره تكثروه، لا تستخدموا اكثر من 5 الوان. طبعا في ناس بيستخدموا اغلب غلط، انك تستخدموا كابيتال، الكابيتال في كل الاشياء كابيتال هذه غلط. البيكسليتد بيكتشر يعني دقتها ضعيفه، الصور اللي دقتها ضعيفه. شوفوا عندنا اكزامبل مؤتمر لوحده من الكونفرنسات، شيء مرتب واضح، شايفين كيف؟ طبعا هنا حاط اللي هو الشعار، العنوان، حاط هنا صورته. عندنا اكزامبل جدا سيء، شوف كيف ولا شيء واضح، واستخدم ما شاء الله خلفيه السماء، وهذا اسود فاسود والوان، يعني صراحه هذا رونج. في اللي هو طريقه ثانيه انه يخلوا طبعا كل شيء على اليمين وعلى اليسار وفي الوسط المين فايندينج. طبعا انا ما تكلمت على الكيو ار، ترى الكيو ار في كثير الان من الكونفرنسات او البوسترز ما يستخدموا، ما يحطوا الريفرنسز، ايش يحطوا؟ يحطوا كيو ار كود. طبعا جدا سهل تطلعوه من الباوربوينت، كيف؟ من هنا الجيت ادنز، تضيفوا اضافات، تروحوا تختاروا اللي هو، طبعا انا هنا خليني اختار هذا الاضافات هنا. طيب في الاضافات هنا الاكسسوارية، شوفوا في شيء اسمه كيو ار فور اوفيس، حطوا اد حيجيكم هنا الكيو ار، هذا يعمل لكم جنريشن للكيو ار بسرعه عاليه، فحطوا هنا الموقع اللي تبغوه. لو مثلا تبغوا تحطوا كيو ار بحيث ان الواحد يرسل لكم ايميل على طول، فتحط هنا ايميلك، حط مثلا ايميلك دكتور علي كيرني at gmail.com، يجيك هنا الكيو ار. شوف على طول اول ما تحط الكيو ار هذا، الحين لو احد سوى كيو ار حيجيني انا ايميل على طول بالايميل هذا. فهذه جدا جميله، من هنا تختار طبعا اللي هو يا موقع يا كيو ار. طبعا انت لو بتحطوا الريفرنس، شوف انت الريفرنسز حقتك، يا انك تحولهم على مواقع الريفرنسات حقتك، او تجمعهم انت في صفحه من الصفحات في الباوربوينت، تكتبهم كلهم وتحولهم لصوره وترفعهم على احدى المواقع الرفع، تحولها لصوره، بعدين مواقع الرفع حتعطيك لينك تحطه هنا على طول، يجيك الجنريشن لللينك. طيب احنا كذا قربنا نخلص من المحاضره. طبعا في هذا موقع جدا جميل، فيه اللي هو البوسترات جاهزه، لكن زي ما انتم شايفين البوستر جدا سهله في تصميمها. شوف هذا يعطيك اللي هو بوسترات على طول تحملوها وتنزلوها في الحال، لكن زي ما قلت شوف حتى التصاميم حقتهم مضروبه، لكن انتم الان صرتوا تعرفوا تقدروا تصمموا بوستر بسرعه. طبعا ارحب فيكم في تويتري وهذا ايميلي، تواصلوا معايا اي شيء تحتاجونه في تصميم البوستر، في تصميم صوره، في مساعدتكم في الوورد، مساعدتكم في الباوربوينت، ابد الله يحييكم. واشكر النادي السعودي على استضافتهم لي، ولنا ان شاء الله باذن الله لقاءات اخرى قريبا باذن الله. شكرا لك اخوي ناصر. خلونا ناخذ الاسئله. ألف ألف شكر لك يا دكتور علي، ألف شكر.
أبدعت ولا هو غريب عليك، والله ما هو غريب الإبداع، يعني يعطيك أي العافية. إبداع فأنت مصدر للإبداع هذا. ألف شكر لك، وإذا تسمح لي أدري وقتك والله ثمين، ناخذ بعض الأسئلة سواء عن طريق اللي بيفتح المايك ويطرح السؤال أو في الشات، راح نفتح لهم الآن، احنا قفلنا في البداية يلا يلا، ما في مشكلة. الإعلانات ذبحتنا في البداية، عشان كذا الآن راح نفتح، واللي بيتداخل صوتي يقدر يتداخل معنا صوتي. الآن الشات مفتوح، في سؤال بطرح الآن عليك موجود من قبل، أيضا اللي صوتي يرفع يده وناخذكم بالسيرة بإذن الله. دكتور علي، السؤال الأول ممكن طبعا أمان القحطاني، لكن ما أدري هل لا يزال السؤال أو مثلا إنك جاوبت عليه، من وين نطلع نافذة الحجم؟ اوكي، طيب الحجم اللي هو من ديزاين، طبعا من هنا روحوا، واضحه واضحه اللي هو العرض واضح. طيب من ديزاين سلايد سايز، تروحوا كاستم سلايد سايز، ومن هنا تغيروا الحجم، وطبعا موجوده في السلايدات والمحاضره ان شاء الله مسجله. يعطيك العافية دكتور علي. في سؤال، هل ممكن انك تشاركهم البي دي اف للمحاضرة هذه؟ ما في مشكلة، بي دي اف ان شاء الله حيجيهم باذن الله. خلاص يرسل لنا في النادي باذن الله ويكون متاح باذن الله. في سؤالين جات الان، خلاص لا هذه اماني ترد. فهل في شمال الى الان ما عاد في اي اسئله، الشرح كان واضح، لكن ممكن يكون في احد عنده مثلا سؤال يبي يتداخل. اي سؤال لاحقا الان ما في مشكلة، يصير ان شاء الله باذن الله عندكم في تويتر والجيميل، و نشكر صراحة النادي السعودي أجين على جهودهم، وإن شاء الله بإذن الله أي محاضرة قادمة سواء في حساب النادي أو في حسابي على تويتر حتحصل الإعلان بإذن الله بإذن الله. الله يعطيك العافية دكتور علي، ألف ألف شكرا لك. شكرا لك حبيبي، شكرا لك، مع السلامة. الله يحفظك.